مستشار مرتضى كان الفترة اللي فاتت بيبعد عن الصدام مع كارتيرو، لأن كان في ضغوط من الجماهير ومن السوشيال ميديا وكل الدنيا إن لما المستشار مرتضى هيرجع هيمشي كارتيرو. فالراجل كان بعيد كل البعد عن كارتيرون عشان ما تصدمش بيه. انت فاهمني ازاي؟ وخصوصا ان هو عامل في عقده كده ان هو اي احتكاك بيه كمدير فني او 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 او, أو ده بيفسخ عقده، وان هو كده من حقه انه يفسخ عقده. فالنهارده هو مامن معمول له عقد تفصيل. كارتيرون يعني مشغله ومرتاح. كارتيرون معمول له عقد تفصيل، انت فاهمني ازاي؟ انا بكلمك بصراحه ويمكن اول مره اقول الكلام ده للناس. معمول له عقد تفصيل ان هو مامن نفسه في كل حاجه، في مرتبه، في الاحتكاك بيه، بالتوجيه، كل حاجه هو مامن نفسه بيها. انت فاهمني ازاي؟ فالنهارده لا، النهارده لازم يحصل دلوقتي لصالح نادي الزمالك. النهارده انا ما بقولش ان انت النهارده هتجيبه مثلا وان انت لا، لازم النهارده تقول لنا كنادي كبير وكمجلس اداره تقول لنا ايه مبرراتك. انا بالنسبه لي انا اهو لو انا كنت لسه في مجلس اداره وجي قال الكلام ده انا هقول المباريات دي مباريات خايبه.